تنفيذ الحكم بتاعنا القضائي اللي احنا جايين عشان ننفذه، جايين عاملين وقفه احتجاجيه عشان ننفذ حكم القضاء بتاعنا. احنا عمال شركه طنطا للكتان بقالنا 16 يوم معتصمين في مجلس اتحاد النقابات اتحاد العمال ومحدش سائل فينا خالص. فاحنا قلنا نطلع على مجلس الوزراء النهارده، عملنا وقفه وجينا مجلس الوزراء النهارده. احنا بقالنا 4 سنين بنناضل على الحكم ده، والحكومه مش عايزه تستجاب لنا خالص. اي مطالب وحكم قضائي مقابل النفاذ لازم ينفذ. لا هم طعنوا فيه والطعن اترفض ومفيش فايده في الحكومه اللي ماسكه. فاحنا النهارده عاملين وقفه اعتقاليه عشان نعدل تنفيذ حكمنا. احنا عايزين نرجع شغلنا ونشتغل ننقل ايه معايا. هم وعدونا ان احنا هنرجعكم وما بيرجعوش، الحكومه كدابه كلها. عمال مصر عايز تشتغل فشغلوهم عشان عجل الانتاج تمشي، الصناعه المصريه تمشي. عمرك شفت في اي دوله عمال بتناشد بالشغل بالطريقه دي؟ بتقول عايزين نشتغل يا خالي اهو، يا حكومه فاشله يا حكومه فاشله. كل ما نودي حكومه تجيلنا حكومه اضرب من حكومه. هم عايزين يعملوا ايه فينا؟ عايزين يعملوا ايه في عمال مصر؟ حكومه فاشله. حكومه عملت ايه؟ حكومه عملت ايه؟ عملت حد ادنى وحد اقصى. نزلته الناس وهيجت ناس. ادي يا سيدي انا راجل رئيس وزراء، يا اما عمم القانون اللي نازل ده ما نزلوش عشان اعرفك ان هم حكومه فاشله. قطاعات خدتها وقطاعات ما خدتهاش. طب ما انت بتعمل بلبله كده في البلد. انا نزلت قرار ينزل على الكل، على الغلبان وعلى كله، انما منزله على القطاعات زي القطاعات اهي جت اهي العالم وقفت اهي لان حكومه فاشله. انا عايز بس الدوله كده تشوف الدنيا ماشيه ازاي وتحاسب الناس وتمشي المكتبه تمشي. المكتبه تمشي، احنا فلاحين اهو عايزين المكتبه تمشي. لا هما بيقبضوا 100,000 خلاص، هو راجل بيقبض 1000 100,000 وحرس رايح وحرس جاي وحشم رايح وعالم بتخدمه فوق وعالم بتعمله فوق، واحنا ناكل خرا تحت بقى ناكل خرا. هي دي السياسه والحكومه بتاعت بلبلاوي.